السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنكمل السلسلة بتاعة العمل بتاعتنا. المرة اللي فاتت إحنا اتفرجنا على ريفيجن سريع كده على الجزء الثيوري بتاع الكينكس اللي بندرسه في البيسك كورس. كده اتفرجنا على الكيت أو الجزء العملي بتاعنا، إزاي نوصل كابلات الكينكس مع بعض، والكيت اللي هنشتغل عليها فيها أجهزة شكلها إيه، وإزاي نعرف الجهاز الموديل بتاعه إيه والأكشنز بتاعته إيه. النهارده هنموف أون إن إحنا نبتدي نبرمج الأجهزة دي. النهارده في الحلقة بتاعة النهارده هنبتدي أول نخش على الإي تي إس سوفت وير، ونبتدي نشتغل عليه، نتعود عليه الاول، ونشوف ازاي نحط الاجهزه مع بعض ازاي علشان عشان نبرمجها. وزي ما قلنا قبل كده السلسله دي لا تغني عن جزء الكين اكس البيسك، بس احنا بنحاول نعوض شويه للناس اللي خدوا البيسك من فتره وعايزين يراجعوا عليه، او الناس اللي حضروا بالبراتري كورس اونلاين وعايزين يعرفوا العمل شغال ازاي، وقتهم لسه ما يسمحش ياخدوا البيسك او لسه ما عندهمش القدره الماديه للموضوع ده. حبينا نقرب شويه الجاب بين الجزء النظري والجزء العملي، لكن ده لا يغني عن جزء عملي بتعمله بنفسك، بتبرمج بايديك على الكيت نفسها لايف في المكتب او في اون سايت عشان تقدر فعلا تاخد بالك من الاكشن دي كلها. تمام، تعال نخش بسرعه على الاي تي اس. احنا الاي تي اس اوريدي شيرد عندنا على السكرين ورانينج قدامنا. زي ما قلنا قبل كده الاي تي اس عباره عن ده الانجنييرنج تول سوفت وير اللي بنبرمج بيه اكيست كن اكس. وزي ما اتكلمنا قبل كده كمان على الموضوع ده، قلنا ان الاي تي اس ميزه منه هو الداونلودبل فيرجن، هي نسخه كامله بس حسب اللايسنس بتاعتي. لو ما عنديش لايسنس بتشتغل بالديمو لايسنس وتديني في البروجكت 5 اجهزه بس، بعد كده عندي اللايسنس اللايت ودي بتديني في البروجكت 20 جهاز، بعد كده لايسنس بروفيشنال تديني انليمتد نمبر اوف ديفايسز في البروجكت، ودي بستخدمها في البروجكتس الكبيره طبعا. وعندنا فيديوز قبل كده اتكلمنا فيها عن لو انا عايز ان انا اجيب اللايسنس اللايت ببلاش اعمل ايه، ولو عايز اخد ديسكاونت على البروفيشنال اعمل ايه. تمام، في الاخر داونلودنا عملنا داونلود الاي تي اس، رنيته كديمو او رنيته بلايسنس عندك، الاثنين هيشتغلوا. البروجكت بتاعنا هنعمل فيه بس ال3 اجهزه اللي شفناها في البروجكت ده، فانت ودن الديمو ريستريكشنز بتاعتك. ده الاي تي اس راننج عندي انا اوريدي. نعم، ناخد بوست سرعه كده تور عليه. انا داخل بالاكونت بتاعي، فعشان كده اسمي وصوتي ظاهرين هنا، لان لما جيت لوجن في الاول دخلت يوزر نيم باسورد بتوع كينكس اسوشيشن بتاعتي، فجاب اللايسنس بتاعتي وجاب الحاجات بتاعتي. تمام، قبل ما اخش في الحاجات اللي قدامنا دي، الايكونز دي ايه عباره عن ايه، تعال نبص على السيتنجز بسرعه كده. هنلاقي في السيتنجز مثلا عندي هنا ان هو الفيرجن بتاعتي البروفيشنال طبعا بتبان كده كده، عندي اخر فيرجن من اي تي اس ده 6.1.1، و6.1.1 فيها فرق مهم هنشوفه في العملي كمان شويه او في الحلقه الجايه ان شاء الله، ان اقدر اعمل بروجرامنج للجهاز باستخدام السيريال نمبر مش بس باستخدام البروجرامنج باتن. اوكي، وده كانت بدايته في الفيرجن دي 6.1.1. تمام، باي ديفولت الاي تي اس متبرمج ان هو باي ديفولت يتشيك على الابديتس في البدايه بتاعته. تمام، هو كده كده ابديتد عندي. ممكن ابص برده على اللانجوج عندي، مش فارق عندي كتير. اللايسنس هنا بيجيب لي اللايسنس اللي عندي، فانا عندي هنا اللايسنس بتاعتي بروفيشنال زي ما انتم شايفين اهي، لايسنس نمبر وبروفيشنال لايسنس اي تي اس 6 بروفيشنال، والعلامه دي معناها ان هو شغال على الكلاود لايسنس. الاي تي اس له طريقتين لللايسنس، يا اما كلاود لايسنس يعني اونلاين، يا اما انك تجيب دونجل تحطه في الكمبيوتر بتاعك. وزي ما قلنا قبل كده لو انت بتعمل مشاريع كتيره بتنزل فيها اون سايتس كتيره خلي عندك دونجل، لو انت بتنزلش كتير ومحتاج ودايما بيبقى عندك شغل على انترنت اكسس في مكان في انترنت اكسس، فكفايه عليك كلاود لايسنس. اوكي، الاي تي اس ابس دي انا بتكلم عليها مره كده بالتفصيل شويه ان شاء الله، بس عباره عن ثيرد بارتي ابلكيشنز، بعضها معمول من كنيكس اسوشيشن، بعضها من شركات ثيرد بارتي، ساعات يكون مانوفاكتشر ساعات يكون شركات تانية خالص، بتدي فيتشرز زياده لبعض الديفايسز وبشتغل عليها عندي على تي اس من هنا كمان. اوكي، فاقدر ان انا داونلودها واقدر ان انا اعمل لها لايسنسنج عشان اشغل. فدي الاي تي اس ابس، هنتكلم مره بالتفصيل ان شاء الله. اونلاين كاتالوج، لو انت اول مره تقارن الاي تي اس فانا بقول لك دلوقتي ابتدي خش هنا على كانتري معينه فليكن الامارات واختار الكانتري. وانس اخترت كانتري معينه هيبتدي هنا نعمل ابديت الكتالوج بتاعك، without choosing country مش هابديت الايه الكتالوج بتاعك، ولازم كان تعمله وانت داخل على الانترنت. يعني لو انت الانترنت مفصوله مش هيشتغل، لو الانترنت فصلتها بعد ما دخلت الاي تي اس برضه الاوبشن ده مش هيشتغل، فلازم تكون وانت بترن الاي تي اس كنت موجود على الانترنت واصل على الانترنت. لو مش واصل الانترنت ريستارت الاي تي اس تاني عشان تقدر تعمل الكتالوج. الكتالوج ده عباره عن ايه؟ عن ليست اوف ديفايسز اللي موجوده في الاي تي اس، في الاي تي اس لايبرري بتاعت كنيس اسوشيشن، هنستخدمها ان شاء الله النهارده والحلقه الجايه ان شاء الله. اوكي، هيبتدي ابديت ساعتها وتنزل لك الاجهزه اللي عندك هنا. محتاج تاني تبص على ايه تاني؟ مفيش حاجه معينه ممكن تبص عليها تاني،
الباقي كله سهل وهنحتاجه ان شاء الله بالتفصيل لما نخش فيه. والكلوز هنا طيب اي تي اس لما افتحه بيجيب لي شويه اعلانات فوق، دي اعلانات اوكي لو انتم شايفين بتاع الشركات وحاجات معانا الاي تي اس، وبتاع لي هنا تحت البروجكت بتاعتي اوكي، بيجيب لي هنا البروجكت بتاعتي اللي موجوده عندي اللوكال بروجكت بتاعتي الريسنت فور بروجكت اللي عندي هنا تمام. طيب ممكن افتح بروجكت جديد عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اعمل نيو بروجكت من سكراتش، او ان اشتغل على الويزرد، او ان امبورت بروجكت. امبورت بروجكت منين؟ انا يكون عندي بروجكت عايز انقله لحد تاني مش كوبي بيست، بعمل اكسبورت. يعني زي انا عايز اخد مثلا البروجكت ده وانقله في مكان تاني، بعمل كده اكسبورت تمام، وابتدي احطه في اي ملف عندي ينزل لي بالاكستنشن بتاعت كان اكس بروج تمام كده، وانسى حطيته في المكان بتاعي اليو اس بي ستيك او اي حاجه، اقدر بعد كده هنا انا من جهاز تاني مثلا اقول له امبورت بروجكت، وادور على الملف فين وافتحه واقول له اوبن وافتحه فينزل لي عندي هنا اوكي. ودي طريقه، الطريقه الثانيه نيو بروجكت تمام. فتعالوا هنا نعمل دلوقتي بروجكت جديد. طبعا لو عندي اي بروجكت من ده ممكن ابص عليه دلوقتي، اي بروجكت ممكن اعمل له كلونينج، يعني حبيت عندك بروجكت عايز تعمل له كوبي ممكن تعمل هنا دوبليكيت، تعمل كلون منه او فيرجن ثانيه منه، ممكن تباك اب على اركايف، اركايف زي وان درايف او جوجل درايف، ممكن كمان ان انت ايه ديليت لو انت عايز تديليته تمام. هنتكلم ازاي تعمل له نيم كمان شويه. هفتح بروجكت دلوقتي عشان نشتغل عليه ان شاء الله. البروجكت ده هنشتغل عليه النهارده، ونشتغل عليه نحط عليه الاجهزه بتاعتنا اللي فيها الكيت بتاعتنا وكده، ونشتغل عليه مع بعض ان شاء الله. هتقول نيو بروجكت اهو، هنسميه مثلا ديمو بروجكت، سمي زي ما انت عايز، ممكن تغير الاسم بعد كده. نوع ايه؟ هقسمه لفيلا. الباك بون هنا بيقول انت هتشتغل على اي بي راوتر، فانت عندك الباك بون بتاعك اي بي ولا تي بي. بالنسبه للبروجكت بتاعنا حاجه صغيره وبسيطه ما فيهوش اي بي راوترز، فاقول ان هو تي بي بالنسبه لي، وهوريك من جوه ازاي تغير الكلام ده لو حبيت تغيره بعد كده اوكي. بار ديفولت هيقول لي هعمل لك كريشن لاين 1.1، فيبقى عندي اريا 1 لاين 1، فانا جيت تنزل بعد كده 1.1.1 1.1.2 بالتفصيله دي اوكي. وباي ديفولت عمل لي هو ان 3 ليفل ستراكشر بتاع ايه؟ بتاع الجروب ادرس اوكي. قول له اوكي، ابتدي اعمل كريشن للبروجكت بتاعي. فتح لي بروجكت زي ما انتم شايفين، بروجكت فاضي تمام. اللي قدامي ده بنسميه الاي تي اس بروجكت، قدامي اسمه هنا فوق اهو ديمو بروجكت زي ما انتم شايفين تمام. دي اسمها بانل او ممكن نقولها فيو، فده البانل بتاع او فيو بتاع البيلدينج، كاتب لي هنا بيلدينج اهو، اقدر اغيره من هنا. في عندي كذا فيو هنبص عليهم مع بعض، في عندي فيو بيلدينج، فيو توبولوجي اوكي. لما بغير من هنا بيغير الكرنت فيو لفيو تاني اوكي. هرجع تاني للبيلدينج، حبيت افتح فيو تاني جنب الفيو ده او بانل تانية، واجي من هنا اختار من هنا مثلا لسه عايز افتح التوبولوجي، فيفتح لي الاثنين زي ما نشوف كده في فوق بعض، واحده فوق واحده تحت. حبيت اخلي اللي تحت فوق او اللي فوق تحت، بتفرج على الاوبشنز دي لان عندي هنا موف اب بتطلع لي فوق وساعتها التانية تنزل تحت، واقدر هنا موف اب تاني طلع البيلدينج فوق واسيب التوبولوجي ده اوكي. العب فيها براحتك، الحته دي هتلاقي فيها حاجات كتيره ممكن تشتغل فيها تمام. انا هقفل دلوقتي التوبولوجي مش عايزها، انا خليني في البيلدنج فيو تمام. هنا عندي على اليمين الجزء بتاع البروبرتي مهم قوي، ان انا بقدر اغير منه حاجات كتيره واشوف منه انفورميشن كتير اوكي. اقدر ادخله جوه من هنا كده، حبيت اظهره تاني اظهره من هنا كده، طلع التوبر كله من هنا اوكي كويس. من هنا اقدر ان انا اعمل ايه؟ انا عملت بيلدنج، ده اللي عندي دلوقتي. في بقى عندي بيلدنج مفيش اي حاجه تانيه، بيلدنج ده اسمه ديمو بروجكت، حبيت اغيره اوكي اقف عليه من هنا كده واجي على زي ما قلنا بروبرتيز، الاقي الاسم هنا ديمو بروجكت، ممكن اسمي مثلا ديمو فيلا اوكي. اول ما اغير اطلع من الفيلد على طول، بتلاقي الايه الاسم اتغير بسرعه. فاي تغيير عايز تغيره على طول هتقف على اي حاجه انت عايز تغيرها تمام، او تعدل فيها وتقف عليها ايه، وتقف على البروبرتي وتعدل فيها تمام كده. هتلاقي برضو في ميزه تانيه، ان في الحته لما اقفل اي حاجه انا عندي اوبشن هنا ان احط ديسكريبشن، احط كومنت اوكي، يعني اقدر احط كومنتس وديسكريبشن اللي انا عايزه معايا تمام. انا لما اكمل في البروجكت بتاع الفيلا نفسها عايز اقول لك حاجه تانيه ريليتد للبروجكت. لو جينا هنا كده فوق شايف الاي دي، لو عملت كده بروجكت ديتيلز بيفتح لي ايه، ممكن اغير شكل البروجكت بتاعي من هنا، ده شكل الفيلا مثلا ممكن اغيره من هنا، بيقول لي البروجكت عندك في الفيس بتاعت الستارت لسه،
اقدر احط تاجز، يعني مثلا تاجز بروجكت ابو ظبي التجمع، اقدر اكريت من تاج مثلا اسميها مثلا ديمو بروجكت، واي بروجكت فيها ديمو تبقى موجوده عندي هنا اديها لون كمان احمر مثلا، تمام، اقول له سيف، فخلاص بقى عندي دلوقتي ان اقدر اكلاسيفاي البروجكت بتاعتي عن طريق تاج معين. هاجي هنا دلوقتي ايه واحط التاج زي ما انت شايف كده، بقى في ايه له تاج معينه اقدر اسيرش بيها، اشيل التاج اشيل التاج. لما تاخد بالك هنا هتلاقي ان انت كل حاجه عملتها موجود هنا في هيستوري، كان الاي تي اس بيسايب الهيستوري بتاعك. اوكي، كده انت شايف عملنا بروجكت تمام وغيرنا فيه، عملنا فيه حطينا تاج وشلنا التاج، فكل حاجه موجوده عندي هنا. تمام، طيب هنا عندي اتاتشمنت تحت كده، اقدر اتاتش فايل مع الاي تي اس نفسه، فايل زي الايه ممكن يكون شوب دروينج، يكون كونتراكت انا مضي الكلاينت عليه، تكنيكال فايل، اقدر احط اي فايل، اعمل كده كريت اتاتش فايل واختار، ممكن اختار صوره زي ما انا عامل هنا مثلا، اختار صوره اهي، حطيت صوره، حبيت اكستراكت الصوره دي بس او الفايل ده بس، ممكن اعمل من هنا اكستراكت اهي، او ادلت الفايل ده من هنا خلاص، ديليتد، ديليتد من الاتشمنت بتاعتي مش ديليتد من الكمبيوتر بتاعي. اوكي، الاي تي اس ممكن اخدني فيه كمان ملفات. لو بصيت على الديتيلز هنا، الديتيلز دي اقدر كمان اعدل اسم البروجكت، انا سميته ديمو بروجكت لو نفتكر، هنسميه سيبو ديمو بروجكت زي ما هو، اقدر اعدل الفيلا بتاعته، اقدر اعدل التايب بتاعه، اقدر احط بروجكت نمبر، كونتاكت نمبر، احط ديسكريبشن كمان. بيجي لي هنا جزء مهم قوي بتاع الباسورد، هنتكلم الكلام ده بالتفصيل مره ان شاء الله. عندي هنا تو باسوردز، باسورد بتاعت اي تي اس فايل، باسورد دي لما احطها بعد كده لما افتح الاي تي اس فايل ده، الاي تي اس فايل ده البروجكت ده بس هيحتاج مني الباسورد دي. اوكي، فده معناه ايه؟ ان حتى لو اللابتوب بتاعي اتسرق او الملف الاي تي اس اللي انا عملته اكسبورت حد خده بعد كده مش هيستخدمه، لان هيحتاج ايه؟ هيحتاج الفايل ده، هيحتاج الباسورد دي. تمام، فده الباسورد بتاعت الايه، بتاعت الاي تي اس. في عندي هنا باسورد تانية اسمها بي سي يو كي، اتكلمنا عليها في الجزء النظري، قلنا البي سي يو كي دي لما بدخلها بتخلي الاجهزه بتاعتي مش بروجرامبل، مش هعرف اعمل عليها برمجه جديده خالص لما ادخل الباسورد دي. قلنا ان الباسورد دي لو انا نسيتها انا المفروض ارجع الديفايسز دي للمانوفاكشر يعملها ريسيت، وبراكتيكالي دلوقتي مانوفاكشر كتيره بتقول لك ما بعملش ريسيت، انت اشتري جهاز جديد. تمام، فدي فيري كريتيكال، عملتها ما تنساهاش. اوكي، طيب لو حبيت اعدل جروب ادرس ستايل بتاعي، الديفولت عندي 3 ليفل، حبيت اخليه 3 ستايل او 2 ليفل ستايل، عدلها من هنا، مش هعدل حاجه خلاص، هعمل باك. تمام، هنا لو عندي اجهزه سكيورد، سكيورد يعني ايه؟ اجهزه ليها سيرتيفيكت شغاله بكينيكت سكيور تكنولوجي اللي هي بتاعت الانكريبشن، هلاقيها هنا، ما عنديش لسه اجهزه سكيورد في البروجكت ده. اوكي، بس هتلاقي هنا ساعتها موجود. خلاص انا خلصت هنا، قلت كل انا كنت عايز اوريه لكم، هقفل هنا خلاص. اوكي، كلوز، ونفس اللي انا جبته هنا ده، انا جبته هنا بالاي لو تاخدوا بالكم، عملت كليك على الاي فجاب لي الكلام ده. لو انا خرجت من هنا شايفين البلس دي، دي رجعتني تاني على الهوم سكرين اللي بره، البروجكت بتاعي بقى من ضمن البروجكت موجودين اهي. الزيرو دي معناه ان في زيرو ديفايس، لسه مفيش ديفايسز فيه. اوكي، ولو جيت هنا على الديتيلز هيفتح لي نفس الشاشه بتاعت الديتيلز اللي كان عندي هنا. اوكي، فاقدر اجيبها من بره هنا او اجيبها من جوه البروجكت عن طريق، تمام، كليك، كويس قوي. طيب البروجكت بتاعي ان جنرال، هنلف بعد كده الحاجات اللي فيه، بس ان جنرال ببتدي البروجكت بتاعي بفيري سمبل واي. انا خلاص عرفت من الحلقه اللي فاتت او زي ما قلنا في النظري بتاعنا، ان انا عارف انا عندي اكتويتر شكلها ايه، نوعها ايه، وعارف عندي سنسورز او عندي كي باز او سكرين شكلها في ايه وفين. بحاول اميوليت الكلام ده، اقلد الكلام ده على الاي تي اس، بحاول ان انا اكريت بيلدنج ستراكشر زي اللي عندي في البيلدنج بالظبط. فمثلا انا عندي لسه، عندي لسه فيلا دورين، هكريت هنا 1 فلور 2 فلور، لو فيلا دور واحد هعملها فلور واحد. انا زي ما احنا شفنا في السامبل كيت اللي عندي، عندي ثلاثه ديفايسز، فاعمل ان انا عندي فيلا دور واحد، وفي الفيلا دور واحد دي هعمل ان انا عندي اوضتين، اوضه احط فيها الاجهزه بتاعتي اللي هي الدين ريل ديفايسز الاكتويترز، واوضه احط فيها الكيبات بتاعتي، انا عندي كيبات واحده احطها في ايه، في الغرفه دي. اوكي، تعال نبص على هنعمل الكلام ده ازاي. انا واقف هنا على الفيلا بتاعتي، باي ديفولت لما اقف على حاجه التول بار اللي فوق ده بيتعدل بيز ده انا واقف على ايه. فلما اقف على البيلدنج جيب لي هنا اد بيلدنج بارت، لو عملت كليك هنا
اقدر اختار انا عايز قد ايه، بيلدينج بارت ولا فلور ولا هختار ان انا احط فلورز، واقول ان انا عايز فلور واحد سكند فلور 1 مثلا، حبيت احط اكتر من فلور بعمل كليك على الرو احط اكتر من فلور، مش عايز ايه اوكي فلور 1، فاعمل لي كريشن تحت هنا لما اكسباند دي اعمل لي فلور 1. لما وقفت جوه فلور 1 باي ديفولت، لان انا محتاج احط رومز ممكن احط رومز اوكي، فحطيت روم، هعمل روم مثلا اسميها ليتس سي ميتنج روم، دي اللي انا احط فيها الكيبات بتاعتي تمام. ممكن انا اختار اليوز بتاع الميتنج روم لو لقيت حاجه في الليست كويس، ودي بيعدل الايكون تبقى شبه الايه الميتنج روم. فلو انا لقيت ميتنج روم او كونفرنس روم في ميتنج روم اهي اخترتها، احط روم تانيه مثلا اقول الروم دي اللي فيها الاجهزه بتاعتي تمام، ممكن اسميها دي بي روم، ممكن اسميها ديفايسز روم، يوتيليتي روم اوكي، انا اسميها ايه دي بي روم ديستريبيوشن بورت، ديستريبيوشن بورت هنقول ديستريبيوشن بانل اوكي روم اوكي. ممكن اجي هنا ادور على حاجه، ممكن الاقي مثلا يوتيليتي روم غرفه العده واختارها تمام. طب اوكي حبيت بعد كده انك تكريت جوه الرومز دي بانلز مثلا، يعني جيت جوه الروم دي مثلا وقلت ان انا عايز اكريت هنا مثلا بدل الروم اد كوريدور او اد فانكشن، ممكن اعمل كده اوكي. ممكن اعمل الكلام ده عن طريق ايه؟ الرايت باتون برضه، كليك على الرايت باتون وزي ما انت شايفين اقدر اقول ان انا كليك على الرايت باتون اقول مثلا اد كابينه مثلا معينه اوكي. طيب هو باي ديفولت قال لي انت لما دخلت جوه الروم باي ديفولت طلعها لي اد ديفايس، ممكن اكليك هنا واختار ان انا عايز اد كابينه مثلا، بس انا خلاص مش اد كابينه، اد ديفايس على طول تمام. طيب احنا زي ما قلنا عندنا في السيستم بتاعنا ثلاث اجهزه زي ما انتم شفتوا كده في الديمو بتاعتنا، تو اكتويترز تمام، واحد 8 تشانلز. الكلام ده هيختلف طبعا من كت لكت من مكان لمكان، بس اللي احنا اشتغلنا عليها النهارده مع بعض هتكون اللي هي الكت دي، واحد 8 تشانلز مالتي فانكشن اكتويتر، هنتكلم عن ايه مالتي فانكشن اكتويتر كمان شويه، وواحد ديمر عباره عن تو تشانل ديمر يونيفرسال ديمر، ويكي باد اوكي معانا من برضه معانا فيها 8 بطن تمام. هبتدي ادي الكلام ده عندي هنا الدي بي روم مثلا احط فيها الاكتويترز، عشان اد ديفايس اقف على الروم او كليك على اد ديفايس، لو وقفت على الديفايس فتح لي حاجه اسمها الكاتالوج بتاعي، ده الكاتالوج اللي احنا عملنا له داونلود من شويه. الكاتالوج عباره عن ايه؟ عن ليست بكل الاجهزه اللي موجوده على الكنيسة اسوشيشن، حطينا هنا باللوجو بتاعها بالاسم بتاعها اوكي تمام. هنا دي الاجهزه بتاعت الكينكس فيرشن، هنتكلم مره ان شاء الله في كل الحاجات موجوده هنا. طيب بسيرش ازاي على اللي انا عايزه؟ زي ما بصينا قبل كده هقفل المانيفاكتشر عشان اوقف بره، بسيرش بحاجه اسمها اوردرنج نمبر، الناس ساعات تقول موديل نمبر بس هو الاسم بتاع الكين اكس انه اوردرنج نمبر اوكي. اوردرنج نمبر ده الرقم اليونيك بتاع الموديل بتاعي تمام. لما بصينا في الصور بتاعتنا، لما بصينا على الكيت العمل بتاعتنا عرفنا ان انا عندي الاكتويتر ال 8 شانل اوردر نمبر بتاعه بي او 08 اوكي، ابتدى يجيب لي حاجات بي او 08 اف كمان تمام، فجاب لي الموديل ده. هل الموديل ده صح؟ لما كليك عليه هنا كده تصنيع شركه الكترون تمام، وده 8 شانل. لو وقفت عليه هنا كده وانا جوه الكتالوج على فكره عملت كليك على بروبرتي، جاب لي شكله، قال لي استهلاكه 12 مللي امبير، ده شكله، ده 4 موديول في البانل بتاعتي، ممكن اجيب كمان الايه اليوزر جايد بتاعه تمام. طيب خلاص هو ده الموديل بتاعي، انا محتاج احطه فوق في الغرفه دي، في كذا طريقه ادراج ودروب، ادبل كليك طالما انا في جواها ان انا اختار هنا الغرفه اللي انا فيها واقول له اد اوكي، فانا هدراج ودروب دي اسهل حاجه عندي كده. حط لي واحد من الاجهزه دي هنا، لو انا عندي اكتر من جهاز ممكن اقف عليه هنا واختار ان انا ايه الكاونت بتاعي اكتر من واحد، ايتمز 2 3 4 يحطهم لي فوق، او اقعد ادراج وادروب، بس انا بقول لك الطريقه الاسرع يعني. حط هنا واحد جهاز منه خلاص انستنس منه، وخد الادري اي ادرس اندفيدوال 1.1.1، ليه خد الادرس ده؟ احنا في الاول قلنا ان انا عندي لاين 1.1 فهو بالديفولت قاعد يحط لي الادرس وراه بالترتيب 1.1.1 1.1.2 بالترتيب ده. طيب حطينا اول اكتويتر عندي تمام، حط بعد كده الديمر، الديمر انا فاكر كويس الاوردر نمبر بتاعه دي ام 02 اوكي، فنفس الموديل اهو تو شانل ديمر شغال تي بي تويستد بير، ده الاوردر نمبر اهو يا اخوانا بستعمل هنا اسمه اوردر نمبر اهو، ودي الفيرجن بتاعته دراج ودروب نزل لي وخد ادرس 1.1.2 تمام. فاضل لي الميتنج روم تمام، احط فيها ايه كيبات. طيب الكيبات انا ابص على الرقم بتاعها اجي سيرش عليه مش هلاقيه تمام، مش كل الاجهزه هلاقيها في الكتالوج ده،
هنقول 70 80% من الاجهزه في الكتالوج ده. طب لو جهاز مش في الكتالوج ده بعمل ايه؟ يعني بخش على الويب سايت بتاع الشركه، اداونلود الاي تي اس فايل بتاعه، واجي هنا اعمل له امبورت، فاجي هنا اعمل امبورت، الاقي الفايل اعمل له داونلود واختاره هنا، الفايل بتاع عباره عن ايه؟ كان اكس برودكت، اقول له اوبن واختاره وامشي مع الويزرد، بيحطه لي عندي في الكتالوج بتاعي. لو مش موجود عندي فساعات بكلم الفندور، بقول له يا فندور انا الفايل ده الجهاز اشتريته من عندك ولسه الكتالوج ما نزلش على الويب سايت بتاعك، مش موجود في الكتالوج الديفينيشن بتاعك، اعمل ايه؟ كتير الفندور بيبعت لي اي تي اس بروجكت في الديفايس، تمام كده؟ بفتح الاي تي اس بروجكت ده اكسبورته، اعمله امبورتنج عندي واخد منه كوبي للديفايس. ده اللي هعمله هنا دلوقتي. تعال نبص، لان الديفايس ده مش موجود هنا، تعال نبص على البروجكت بتاعنا اللي فيه الايه، اللي فيه الديفينيشن ده. هبتدي ادور عندي على البروجكت بتاعي، جيت على اوفر فيو عشان افتح بروجكت، دورت على امبورت بروجكت. اوكي، انا البروجكت كنت حاطه في ملف تاني، كان ملف تقريبا كان الملف ده، لان ده الايه اللينك اللي انا عايزه، لو تاخدوا بالكم ده الايه الاوردر نمبر بتاعي اللي انا كنت عايزه. فتح لي بروجكت تاني. اوكي، بروجكت زي ما انتم شايفين اهو اتحط عندي هنا، هفتحه. لو عملت امبورت عندي حطيته في البروجكت ليست بتاعتي، فتحته هنا لقيت ان عندي ده الديفايس اللي انا عايزه، بيلدينج اهو، ده الديفايس اللي انا عايزه اللي هو بي بي 0 سي. اوكي، طيب عايز اخده عندي اخده ازاي؟ فيري سيمبل، كوبي رايت بوتون كوبي او كنترول سي، واجي على البروجكت بتاعي اهو اللي انا فاتحه اهو جوه الميتنج روم، عملت له بيست. خد بالك اعمل له بيستنج حتى بالبارامترز بتاعته، تمام؟ خلاص انا دلوقتي عمل له بيستنج هنا اهو. اوكي، انا محتاج اخد هنا البروجكت ده، انا مش عايزه خلاص اقفله عشان ما اتوهش نفسي، قفلته. بقى عندي هنا دلوقتي ثلاث اجهزه 1.1.1 1.1.2 الميتنج روم 1.1.4. هو 1.1.4 ليه؟ لان انا خدته البروجكت كان الادرس بتاعه 1.1.4. طب انا عايز اخليه 1.1.3 عشان ما يبقاش تايه، ما يبقاش عندي جابس. بقف عليه هنا، كليك على بروبرتيز وغير الادرس 1.1.3. اوكي، اتغير على طول. هل اقدر اخليه 1.1.2؟ تعال نجرب كده. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان عندي اوريدي في البروجكت 1.1.2 ولازم يكون الادرس ده يونيك. كده خليت 1.1.3 خلاص. كده عندي ثلاث اجهزه موجودين عندي في الايه، في الفايل بتاعي، في الاي تي اس فايل بتاعي. هقفل خلاص الكتالوج من هنا، اقفل من الاكس دي. هنبص بسرعه على البارامترز بتاعت الحاجات دي، والمره الجايه نبرمجها ان شاء الله رب العالمين. تعالى نبص على البارامترز بتاعتها ونشرح الاجهزه كده ايه بريفلي في 5 دقائق، تمام؟ لما اخش على كل جهاز من دول زي الدينرين مثلا، البارامترز عباره عن ايه؟ كونفيجريشن بتاعت الجهاز. بعمل كونفيجريشن والبيهيفير والفانكشن والاكشنز بتاعت الجهاز من البارامترز. لما بعدل البارامترز بتاعت الجهاز ان جنرال، ده بيسمع في حاجه اسمها جروب اوبجكتس اللي قدامي دي، شايفين دي جروب اوبجكتس. كل بارامتر ديفينيشن بيتعدل بيأثر في جروب اوبجكت. ايه هي اهميه، ايه اهميه الجروب اوبجكت عندي؟ لان دي اللي انا باخدها بعد كده اعمل لينكينج للاجهزه مع بعض. زي ما قلنا وهنقول ان شاء الله المره الجايه، انا الكي في الاي تي اس في كين اكس، انا عايز اربط اجهزه ببعض، يعني اربط اكشن معين بين مثلا السي كي باد او بين سنسور مع اكشن يتاخد من الاكتويتر. فمثلا في الاكزامبل اللي هنشتغل عليه، في باتون هربطه مثلا ينور ويطفي شانل معينه من الاكتويتر، ريليت شانل من الاكتويتر اللي وصل عليها مثلا شاندلير، وصل عليها لمبه، وصل عليها اباجور، كي وصل عليها فيشه، تمام؟ اللينك ده بربطه ازاي؟ بربط الباتون او الكي باد بالاكتويتر عن طريق حاجه اسمها جروب اوبجكت. اوكي، فالجروب اوبجكت يعتبر ديفينيشن للحاجه بتاعه الاكتويتر والحاجه بتاعه الكي باد، نشوفه دلوقتي. اربطهم ازاي مع بعض؟ حاجه عن طريق جروب ادرس. احط جروب ادرس، احط فيه الاثنين مع بعض. والجروب ادرس هنتكلم على شويه قواعد بسيطه فيها كده، ان جروب ادرس دايما يكون فيها سندر واحد وريسيفرز، حد بيدي الكوماند زي الباتون مثلا، ممكن الكوماند ده يبقى ريسيفد من كذا جهاز. اوكي، من اكتويتر واحد او اثنين او ثلاثه، تمام؟ لكن ما زودش عن وان سندر واحد في الايه، في الجروب ادرس بتاعي. طب تعالى نبص الاول على البارامترز، نفهم شويه الاجهزه بتاعتنا شغاله ازاي. نبص على حاجات البارامترز الفيموس تاثيرها على جروب اوبجكت، عشان ان شاء الله السكشن الجاي نبرمج الكلام ده، نشوف برمجته عملي على الكت قدامنا ان شاء الله. هبص على البارامترز هنا، قبل ما اخش على البارامترز واعدل فيها، شايفين هالرايت تشينجز دي، انا دايما بحب انك دايما تخليها اون. لما تبقى اون معناها ايه؟ ان اي تغيير هعدله هنا، اي تغيير هعدله هنا هيتعلم عليه بالاصفر. اوكي، ارجعها تاني ديفولت، ترجع تاني بيضه تاني.
فده يوريني انا عدلت ايه في الديفايس بتاعي، فسهل ارجع له بالذات في البدايه لو انت لسه ما عندكش خبره. انا مش هبص على الحاجات دي قوي، تمام؟ هتلاقيها في المانوال بتاعه، وهتختلف من ديفايس لديفايس. انا مش همي الديفايس نفسه، انا همي الفانكشن بتاعه، تمام؟ لو بص هنا على اوت كونفيجريشن بتاعت الديفايس، الديفايس ده يا اخوانا زي ما قلنا قبل كده مالتي فانكشن اكتويتر. يعني ايه مالتي فانكشن اكتويتر؟ ممكن يشتغل حاجتين، يشتغل اون اوف يعني ريلي بيفتح ويقفل، فعندي 8 شانلز يعني 8 ريليز بيفتحوا ويقفلوا، تمام؟ فاستخدمه كريلي، او اربط تو ريليز او تو شانلز مع بعض يشتغلوا لي تشانل كموتور. الموتور عباره عن ايه؟ عن تو شانلز، واحده اب وواحده داون، او يمين وشمال، او اوبن وكلوز. حتى لو حط الموتور ده على بلاينز تطلع وتنزل يبقى اب وداون، لو حطه على باب جراج فهي اوبن وكلوز باب الجراج، لو حطه على ستاير في البيت هيبقى عباره عن يمين وشمال، يبقى رايت وليفت او اوبن وكلوز. اوكي، فده الموتور. الموتور عاده اللي بنستخدمه في كيس زي دي هو عباره عن موتور بيبقى ثلاثه طرف، طرف كومن وطرف للاب وطرف للداون. الاب لو خد كهرباء الموتور يطلع لفوق يشتغل كلوك وايز، اوكي؟ الداون لو خد كهرباء الموتور يشتغل انتي كلوك وايز وينزل لتحت، او ينزل الستاره او البلايند لتحت. ولو اديت واحد كهرباء باي ديفولت الاكتويتر عندي بيفصل الكهرباء عن التاني، فالاكتويتر بيعمل انترلوكينج بين الاثنين تشانلز علشان ما يشتغلوش مع بعض، ما تشتغلش ده مع ده. لكن لو كنت عملته ريلاي عادي فكان عادي جدا ادي كهرباء للريلاي ده والريلاي ده، كل تشانل انديفيدوال على التاني. فالكي هنا ان يبقى انديفيدوال تشانلز ولا كل تشانل مربوط بالتانيه. فهو قال لي هنا باي ديفولت انت عندك الديفولت كونفيجريشن 8 سنجل ريليز، يعني 8 انديفيدوال تشانل، اقدر اتحكم في كل الشانل لوحدها. حتى لما قفلنا عليها لو هي 8 شانلز ابص الاوتبوتس هنا هلاقي عندي الاوتبوت طبعا كام؟ اوتبوت 8 ريليز من A1 ل A8، تمام؟ والاقي جروب اوبجكتس اللي قلنا عليها بتعكس فانكشن بتاعت 8 ريليز، اوتبوت A1 ل A8 وكلهم اون واوف ريلي، تمام؟ طيب لو عدلت هنا قلت له لا انا مش هشتغل ريلي، هشتغل اربعه شاترز، يعني كل تو ريليز تشتغلوا لي على شاطر او موتور. اول ما اقول له اربعه شاترز على طول عمل ايه؟ خلى لي صفر عشان ده تعديل مش ديفولت، وقلل لي عدد الشانلز اللي هنا لاربعه. ليه؟ لانه ربط واحد واثنين مع بعض بقت شاطر، اثنين ثلاثه، ثلاثه واربعه شاطر، خمسه وسته شاطر، سبعه ثمانيه شاطر، فعمل لي اربعه شاطر زي ما انت شايف كده. اوكي، لو جه على جروب اوبجكت تلاقي جروب اوبجكت عكست ان انا بقيت اربعه شاطر. يعني ايه؟ فقال لي بص في اوت بي 1 ده عباره عن اب وداون وستوب وستيب والباقي كله كده، تعكس بيهيفير بتاع شطر في موفمنت في الموتور والكلام ده. طيب انا مش عايز دي ولا ده، انا عندي في الكيت زي ما قلنا انا رابط اللمبه او الشاندلير او اللمبه بتاعتي هنا في الكيس دي على اوت ريلي نمبر 4، فعايز 4 ده يكون ريلي، اوكي؟ وحاطط اللمبه بتاعت الستاره على 7 و8، فعايز 7 و8 يعتبروا ستار. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ انا بص هنا كده اه اقدر اعمل كلام هنا اقول انديفيدوال اوتبوت، تقول لي طب اتحكم ماده فين براحتك. فجاب لي واحد واحد، جاب لي A1 لوحدها، A2 3 4، خلاص انا هسيب A1 و A2 لغايه ايه؟ 6 زي ما هم كده انديفيدوال مش فارقين عندي في حاجه، فجايب لي ايه؟ 8. واجي على 7 و8 اقول له ايه؟ كابل، كابل مع بعض يعني ايه؟ مربوطين ببعض. فقال لي كابل دي يعني ايه؟ يعني ستاره شطر؟ قلت له اه شطر، اوكي؟ فسبتها شطر. فاوتوماتيك عمل لي هنا ايه؟ بص على اليمين على الشمال هنا، قال لي خلاص اوجد A1 ريلي 2 ريلي 3 ريلي لغايه 6 ريلي، وده شطر. جروب اوبجكت بسرعه على طول عملت ريفليكشن للكلام ده، ان قالت لي بص عندك هنا A1 2 3 لغايه 6 ده اون اوف، لكن 7 و8 مع بعض مربوطين ببعض بقوا شطر. دلوقتي ما اقدرش اتحكم في 7 و8 لوحدهم، بدي كوماند اب او داون، والاكتويتر بيشوف الاب والداون دي انه شانل عندي 7 ولا 8 ويتحكم فيها، فالبيهيفير. فده السيتنجز الاساسيه اللي عملتها هنا عشان ايه؟ ابريبير الديفايس بتاعي نشتغل عليه. انا شغلي فيه هيبقى على انه شانل على الشانل 4 اللي هي دي، لان دي انا هشتغل عليها ايه؟ البروجرامنج بتاعي. طب بصينا على ده خلاص فهمناه، طب تمام طيب. تعالى بص على الديمر. الديمر ما فيش كونفيجريشن كتيره فيه، هو تو شانلز اوكي زي ما احنا شايفين كده، في 1 شانل مقفوله ممكن افتحها اقول له انيبل، لما قلت له انيبل على طول فتح لي هنا في الشانلز شانل 2 الجروب اوبجكتس بتاعتي زادت، اوكي؟ اقول له لا ديسيبل مش عايزها، انا استخدم واحد بس، انا حاطط اللود ديمر بتاعي على شانل 1 بس. تعال نتكلم الاول ديمر يعني ايه. ديمر يعني حاجه بغير انتنستي بتاعت اللايت فيها، بقدر اخلي اللمبه تبقى مور برايتنر او مور داركر، اوكي؟ تنور جامد او تطفي شويه. ده معناه ان لازم يكون اللمبه عندي ديمابل، اوكي؟ تقبل الديمنج، ويكون الجهاز نفسه مش اون اوف، ديمابل، اوكي؟ ديمر في حالتي ده يونيفرسال ديمر، اوكي؟ يعني بيشتغل اللمبه 22
فولت. طب لو انا حطيتها على الديمر كديفايس، لمبه ما تبقاش الديمنج مش هتاثر فيه، خلاص هتقفل وتفتح، مش هتعمل ديمنج اب او داون. طب لو خدت اللمبه الديمر دي حطيتها على الريلي بي اون اوف، مش هيعمل برضه ديمنج، هيعمل اون اوف بس. تمام، لازم عشان اوصل الديمنج بتاعي صح يكون اللمبه ديمابل، ويكون الاكتويتر بتاعي ديمر متوافق مع اللمبه دي، لان في لمبه مش 220 فولت، مش يونيفرسال ديمر، تمام، مش مثلا 0 تو 10، في ديلي لايتس لمبه معينه محتاجه اكتويتر معين. فزي ما قلنا قبل كده في الفايل قبل كده، انا بختار الاكتويتر بتاعي بيزد على النمبر اوف شانلز والتايب بتاع اللود بتاعي، واللود نفسه كام امبير. تمام، اخترت عندي خلاص هنا. تمام، هنا فاكرين القصه بتاعت اللوكال باتنز لما قلنا بندوس عليها نتحكم في الديفايس. هنا مثلا باي ديفولت هو عامل كلوز، لما جينا كده عامل كلوز، عامل لوك لللوكال باتن بتاع شانل 1، انا عايزها تبقى انيبل عشان اعرف اتحكم فيها، اتحكم فيها من هنا. الباقي مش محتاجه قوي، ممكن تبص عليه براحتكم بعد كده. هو شويه حاجات لللود، للتايمنج نفسه بتاع بالبرايتس بتاع اللوكال باتن، نتحكم فيه يتحكم ازاي. اوكي، نبص على شانل 1 كونفجريشن، ما فيهاش كلام كتير، بتكلم ازاي لما الجهاز يقوم يشتغل على ايه، على اي لايت، يبقى اللايت الديفولت بتاعه ايه، درجه معينه من اللايت ولا اخر درجه كان عليها. مش عدل هنا كتير، جرو اوبجكت بتاعتي بتتكلم في حاجات واضحه معايا مش هنعرف فيها كتير. هنا في جرو اوبجكت قايل ان في الارم فانكشن 1 بايت، انا مش عايزها في حاجه، فممكن اجي هنا الارم هنا اقول له ايه، ديسيبلد. لما اقول له ديسيبلد شال فانكشن الارم من عندي، خلاص مش عارف اربطها بقى. تمام كده، هبقى عندي اربعه جرو اوبجكت بس. تمام، طيب هاجي هنا بعد كده على الميتنج روم، ابص كده على الكيبات، ما فيهاش كلام كتير، هي ثانيه باتنز. تمام، اقدر اكونفيجر الباتن انا عايزه باكتيفيشن او دو ناثينج او كده. هو باي ديفولت كان دو ناثينج، اخليه ناثينج. طالما ناثينج فما كانش عندي هنا ايه اي اكشنز، كلها اكشنز بتاعت ال اي دي. اي باتن من دول، يعني مثلا لو عايز اعمل ان الباتن الاولاني يشتغل سويتش بقول له سويتش اكتيفيشن اون بريس، لو عايز يشتغل ديمر بقول له خليك ديمر، لو شاطر يبقى خليك شاطر. وطبعا لما اعدل حاجه هنا اوتوماتيك بيعدل لي في جروب اوبجكتس بتاعت الباتن بتاعي. فانت الباتن بتاعي اللي هي شانل 1 عماله تتعدل بيزد على اللي انا اخترته هنا. انا اخترت ان هو اكتيفيشن، جالي على طول هنا ان هو بيأكتيفيت، في فيدباك وفي انبوت. اوكي، لما اقول له ان انا لا مش عايز تأكتيفيت، انا عايزك ان انت تكون شاترز، على طول قال لي خلاص يبقى انت اب وداون ستيب وستوب. اوكي، مش هعدل خلاص هنا كتير، هنبتدي بقى ان شاء الله المره الجايه نربط الحاجات دي مع بعض جروب ادريسز، هنتكلم زي جروب ادريس ويكون الكيت قدامنا بحيث نربط جروب ادريس مع بعض ونعمل داونلود او نبرمج او نكمشن الديفايسز دي عشان تاخد اكشن معين. خلونا واقفين لغايه هنا كده ان شاء الله، المره الجايه نكمل مع بعض ان شاء الله رب العالمين. لو في اي سؤال ابعتوا لنا، واشوفكم على خير ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم.